السلام عليكم. ما يستهلكه الإنسان من السلع والمنتجات له علاقة بشكل أو بآخر بصحته وسلامته، وفي بعض الأحيان بحياته. ولكي تكون تلك المنتجات ذات مأمونية وصالحة للاستهلاك، كان لزاما من وجود مواصفات ومقاييس تبنى وتصنع على أساسها ويتم تحديثها ومراعاتها باستمرار. ولهذا أنشئت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بمرسوم ملكي عام 1392 للهجرة، لتكون هي المرجعية العلمية في التقييس، وترتقي بالمواصفات والمقاييس والجودة، كل ذلك لتعزيز حماية المستهلك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من يوم عمل. اليوم نحن هنا في المقر الرئيسي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة لنصور لكم يوم عمل نستعرض فيه وإياكم أبرز ما يقدم من أعمال ومهام. وفي البداية التقينا بالمهندس وائل الذياب ليعرفنا عن دورهم والأعمال التي يقومون بها. قبل ندخل في تفاصيل عملكم ودنا تحدثنا عن الهيئة. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي جهاز التقييس الوطني، تعنى بجودة وسلامة المنتجات والخدمات التي تقدم للمملكة العربية السعودية، ونسعى لتمكين جودة الحياة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني. دوركم ومهامكم وأهدافكم؟ من أهم أدوار الهيئة وضع واعتماد المواصفات واللوائح الفنية للمنتجات والسلع، واللي بدورها تساهم في تنظيم سوق المملكة العربية السعودية وحمايتها من المنتجات المقلدة والمغشوشة. من أهم أهداف الهيئة أن نضع هذه المواصفات واللائح بما يتواءم مع الممارسات الدولية، وبما يوفر الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمستهلكين. نبدأ جولتنا؟ بسم الله. حياكم الله. كما شاهدتم فعلامة الجودة هي أعلى مستوى بالمواصفات والمقاييس، وإدارة منح الشهادات هي التي تمنحها لبعض المنتجات، بالإضافة إلى أعمالهم الأخرى كبطاقات كفاءة الطاقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات وغيرها. هنا التقينا بالمهندس خالد النملة وأجرينا معه هذا الحوار. ما هي علامة الجودة؟ علامة الجودة علامة سعودية تهدف إلى أن المنتج اليوم الحاصل على العلامة مطابق المواصفات أو اللوائح الفنية ذات العلاقة. هو دليل اليوم أنه المنتج اليوم هذا اللي حاصل على علامة الجودة، دليل أنه المنتج مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية. جميل. كيف تحصل المنتجات على هذا؟ هو يعتبر علامة الجودة هي أعلى مستوى في المواصفات في إجراءات تقييم المطابقة. كيف تحصل عليها المنتجات؟ طبعا علامة الجودة عندنا مسارين، مسار للمنتجات الملزمة بعلامة الجودة ومسار للمنتجات الغير ملزمة بعلامة الجودة. المسار اليوم للمنتجات الملزمة بعلامة الجودة هي للمنتجات اليوم اللي يعني بعد دراستها نتوقع أن المنتج هذا جدا عالي الخطورة، وذلك الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ألزمت بضرورة الحصول على علامة الجودة لهذه المنتجات. أما المسار الآخر هي مسار للمنتجات الغير إلزامية، حيث يكون المصنع الأريحية في الحصول على العلامة. كيفية الحصول طبعا يمر في أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى تقدم الحصول على نظام منح الشهادات في الهيئة المواصفات، بعد كذا يتم دراستها من قبل الزملاء اليوم في الهيئة، بعدها يتم بعد دراسة فنية مكتبية وزيارة للمصنع. عدد المنتجات اللي حصلت على علامة الجودة؟ الحمد لله نسبة النمو بلغت تقريبا 29.5% في عام 2022 للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة، وصلت أكثر من 138 ألف منتج حاصل على علامة السعودية، من منتجات يعني من 34 دولة حول العالم. جميل.
السيارات الكهربائية بدأت تنتشر حول العالم، ما هو دوركم في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وفي إدارتكم بالتحديد؟ طبعا الإدارة العامة للمنحدرات هي الإدارة المختصة في دراسة طلبات السيارات الكهربائية، بحيث نضمن أنه اليوم أن السيارة هذه مطابقة للمواصفات أو اللائحة يتم دراستها بشكل كامل. نتأكد أنه اليوم المنتج أو البطارية أو المنتجات اللي في المركبة اليوم هذه مطابقة للمواصفات، نضمن أن بكرة إذا استخدمها المستهلك يعني نتوقع إن شاء الله بمشيئة الله أنها تكون مطابقة للمواصفات. وفقا لرؤية المملكة 2030، مبادرة سلامة المنتجات التابعة لبرنامج التحول الوطني 2020 هي معنية ببناء منظومة رقابية وتشريعية وفنية تساهم في تنظيم وتشريع المنتجات المصنعة والمستوردة للسوق السعودي. سيشرح لنا الأستاذ عبد الملك التويجري دور الهيئة في هذه المبادرة. ما هي مبادرة سلامة المنتجات؟ مبادرة سلامة المنتجات هي أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، والتي انتقلت أصبحت تحت مبادرة الرؤية 2030، وهي التي معنية ببناء منظومة رقابية فنية تشريعية تساهم في تنظيم وتشريع المنتجات الاستهلاكية المصنعة والمستوردة للسوق السعودي. تحت هذه المبادرة مشاريع، ما هي هذه المشاريع؟ صحيح، يوجد عدد من المشاريع التابعة لمبادرة سلامة المنتجات، أهمها يمكن هو النظام التشريع النظامي أو تنظيم نظام سلامة المنتجات، اللوائح الفنية، الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، بناء منظومة إلكترونية لتتبع ومتابعة المنتجات، وأيضا مؤشر متابعة تطبيق اللوائح ومؤشر مطابقة السلام. خلينا نأخذ منها اللوائح الفنية، أو إيش هي اللوائح الفنية؟ نعم، من انطلاق المبادرة إلى يومنا هذا بحمد الله اعتمدت أكثر من 51 لائحة فنية من مجلس إدارة الهيئة، معنية بوضع الاشتراطات تقويم المطابقة والمتطلبات الفنية لها للمنتجات عالية ومتوسط الخطورة. جميل، أنتوا اخترتوا نكون في هالمركز وأمام هذه الشاشة، لو تحكي لنا عنها. الشاشة هذه ربما كانت أحد نتائج أو مخرجات مبادرة سلامة المنتجات، بناء على الربط وبناء على إطلاق منصة سابر في 2020 استحدثنا مركز الاستهداف لاستهداف الملفات الفنية ومتابعة سلوك الشهادات المصدرة والمسجلة عبر منصة سابر. يتم عن طريق فريق متخصص يعمل على مدار الساعة في مراجعة المنتجات الواردة عن طريق بلد المنشأ أو ميناء الشحن أو مستوى خطورة المنتج إذا كان منتج مقيد بلائحة أو غير مقيد بلائحة. الهدف من هالمبادرة إيش هو؟ الهدف الرئيسي من المبادرة هو رفع مستوى سلامة وأمان المنتج المعروض للمستهلك في المركبة السعودية. كيف تقيسون تحقيق هذا الهدف؟ آلية القياس هي جزء من المبادرة، وهو عن طريق مؤشر المطابقة. ابتدأنا في عام 2017 بشراء أكثر من 10,000 عينة من جميع مناطق المملكة.
يتم شرائها بقبعة المستهلك واختبارها والتحقق من مطابقتها. في عام 2017 بداية 2017-2016 كان نسبة المطابقة 57.8، بحمد الله في نهاية 2022 وصلنا إلى ما نسبته 82.17 وهو المستهدف والمطلوب منه. قطاع المراكز والبرامج الاستراتيجية لديه ثلاث مبادرات، وهي إنشاء وتشغيل مركز سلامة المركبات، وإنشاء وتشغيل مركز المعدات الثقيلة، وبرنامج المعايرة القانونية تقيس. المهندس ماجد الهزاني وضح لنا أكثر هذه الأعمال. حياك الله. أهلا وسهلا. ما هي أبرز مهام القطاع؟ أبرز مهام القطاع تمثل في المساهمة في تبني المواصفات المتعلقة بالسلامة والإشراف على الفحوصات الفنية الدورية للمركبات والمعدات الثقيلة، وكذلك تطبيق المعايرة لأدوات القياس المستخدمة في الأسواق. هذا المهام والأعمال هذه الأثار اللي تعكسها على الواقع؟ أبرز الأثار لمراكز وبرامج القطاع تتمثل في الحماية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأيضا دعم التنافسية للمملكة في مجال الصناعة، وكذلك دعم الشفافية في عمليات التبادلات التجارية من خلال معايرة أجهزة القياس. على الطاري احنا دائما نشوف بطاقة تقيس على محطات الوقود، على موازين محطات الوقود، يعني كأكثر شيء يشاهد، هذه عبارة عن ايش؟ نعم، هذه احد تطبيقات المعايرة القانونية. يعني مضخات الوقود تعتبر احد أدوات القياس في الأسواق وفي مجال التبادلات التجارية، فتعتبر هي معايرة لكمية الوقود المباع، أن هذه الكمية تمثل فعلا لتر وقود. نعم. بالكامل ككمية، مش جودة يعني. نعم. ما لها علاقة، مجال معايرة فقط في الكميات وليس في النوع والجودة. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. هنا في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المركز الوطني للقياس والمعايرة، وهو يعتبر المرجعية الوطنية لجميع أدوات القياس المستخدمة في المملكة. أنتم في المركز الوطني للقياس والمعايرة، حدثنا عن المركز. هنا يتم حفظ وتحقيق المرجعية الوطنية لأدوات القياس المستخدمة في المملكة، حيث يمتلك المركز 30 مختبر متخصص في مجال القياس والمعايرة. أثر عمل المركز على حياة المواطن؟ الإجابة من خلال مثلاً الآن ساعة اليد، التوقيت اللي موجود في الجوالات كيف يتم التأكد منها؟ يتم التأكد منها من خلال معايرة هذه الأجهزة وإسنادها إلى المعايير الوطنية. مثال آخر، أدوات القياس المستخدمة مثلاً في محلات مثلاً الخياطة أو قياس المسافة، كيف يتم التأكد منها؟ هل فعلاً هذه الأجهزة تعطي قراءات صحيحة أو لا؟ طبعاً يتم التأكد منها من خلال معايرة هذه الأجهزة وهذه الأدوات وإسنادها إلى المعايير الوطنية واللي موجودة في مختبرات المركز. سبعة وعشرون مختبراً بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة نوعية ومتخصصة تتوزع في الرياض والمنطقة الغربية والشرقية. سنتعرف على أهدافها مع ضيفنا المهندس تركي القحطاني. احنا كنا في الجانب الإداري والتشريعي، والآن احنا في العملي مختبرات. حدثنا عن مختبرات. طبعاً لدينا في الهيئة السعودية المواصفات والمقاييس 27 مختبر نوعي يشغلها 160 فني ومهندس سعودي. لدينا أكثر من 1600 اختبار تجرى في مختبرات الهيئة، نخدم الصناعة المحلية والجامعات ومراكز الأبحاث
بالإضافة إلى التحقق من جودة وسلامة المنتجات في الأسواق. هذا هو عمل المختبرات بشكل عام؟ نعم، هذا عمل المختبرات. نبدأ جولتنا على الله يحييك. ولكي تتضح لكم الصورة كاملة، سيشرح لنا المهندس عبد الله الشهري كيف يتم اختبار التوصيلات الكهربائية كمثال واحد من هذه المختبرات. أهلا وسهلا بكم في مختبر السلامة المنتجات الكهربائية. نقوم بعدة اختبارات للتأكد من جودة المنتج الكهربائي وسلامته وفقا للمواصفات القياسية السعودية. كما تشاهدون هنا الأفران الكهربائية، اختبار مقاومة الحرارة. نقوم بإدخال العينة داخل الفرن لمدة ساعة تحت تأثير درجة حرارة وهي عبارة عن 100 درجة مئوية. بعد انتهاء الاختبار نتأكد أن المنتج خالي من أي عيوب ومن أي تأثر من درجة الحرارة العالية. شاكر لكم وبالتوفيق. من أبرز التطبيقات الحكومية تطبيق تأكد. ما هو هذا التطبيق وكيف تتم الاستفادة منه؟ سيشرح لنا الأستاذ زياد الجربة ذلك في أحد المعارض التجارية. هنا تطبيق عملي على منتجات بطاقة كفاءة الطاقة للسخانات، كيف يتم قراءتها عن طريق تطبيق تأكد. نضغط هنا ونختار البطاقة للأجهزة الكهربائية، يتم القراءة، بعدين نقارن بين البيانات اللي موجودة على التطبيق والبيانات الموجودة على المنتج. إذا كان في أي خلل أو مشكلة أو اختلاف بالمعلومات والبيانات الموجودة نقدم بلاغ لوزارة التجارة. أستاذ زياد نرحب فيك ونختم معك فقرات حلقتنا. كل ما شفناه في هذه الحلقة من أعمال من خدمات، المستهلك كيف يستفيد من ذلك؟ طبعا مواكبة للتحول الرقمي اللي تعيشه المملكة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طورت تطبيق اسمه تأكد بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة. التطبيق فيه عدة خصائص يقدر يستفيد منها المستهلك في اختيار المنتج الأنسب له، سواء كان البطاقات اللي موجودة على الإنارة، على الكهربائيات، على المواد الصحية، كذلك الأمر تحقق من علامة الجودة، كذلك الأمر الآن أضيف له تقييس اللي موجودة على مضخات الوقود وعلى موازين الذهب. التطبيق يعني في طور التوسع لمنتجات أكثر وأكثر. لما يلاقي أنه اللي عرض في التطبيق يختلف عن الملصق اللي موجود على سواء تقييس أو طاقات كفاءة الطاقة أو أي كانت، ايش الاجراء اللي يتخذونه؟ طبعا التطبيق وجد اصلا على اساس انك انت تسوي قراءه للبطاقه وتقارن بين المعلومات اللي وجدت على التطبيق والمعلومات اللي وجدت على البطاقه نفسها. اذا حصلت اي اختلاف ففي بالتطبيق نفسه طريقه انك تقدم بلاغ للزملاء في وزاره التجاره يتابعون معك، والبلاغ يذهب لوزاره. نعم صحيح، بمعنى انه المستهلك يستطيع ان يتاكد بنفسه من المعلومات من خلال التطبيق. ما في شك، التطبيق وجد من أجل المستهلك، والمستهلك هو العنصر أصلاً الأساسي في رفع سلامة حتى المنتجات في الأسواق من خلال متابعته للتطبيقات اللي تصدر الجهات المعنية ومتابعته أيضاً في التبليغ عن أي منتجات رديئة موجودة في الأسواق. شكراً جزيلاً لك. العفو، يا أهلا وسهلا. ونشكركم، نراكم حلقة قادمة في أمان الله.